السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادة الأكارم، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من العراقية الإخبارية، وهذه عناوينها. العراقيون يحيون الذكرى الثالثة ليوم النصر، وقادة يشيدون بتضحيات الأجهزة الأمنية في تطهير أراضي العراق من دنس داعش. اللجنة الأمنية في إقليم كردستان تمنع التظاهرات غير المجازة وتطلق يد القوات الأمنية للتعامل مع المتظاهرين. لجنة التحقيق النيابية تشخص استشراء الفساد الإداري والمالي في الخطوط الجوية وتؤكد أن توقف الطيران إلى أوروبا سببه الصفقات المشبوهة. أهلا بكم من جديد، هذه تفاصيل النشرة. شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة الحفاظ على الانتصارات المتحققة وعدم التفريط بها وفاء للتضحيات والدماء الزكية التي أريقت في طريق التحرير. صالح وفي بيان له بمناسبة يوم النصر على تنظيم داعش الإرهابي أكد أهمية قطع الطريق أمام بقايا الإرهاب عبر مواصلة الحرب على الإرهاب وعدم التهاون فيها، كما طالب بعودة النازحين إلى مدنهم ومعالجة كل الآثار التي خلفتها الجماعات الإرهابية، مثنيا على الفتوى الجهادية التي حشدت طاقات الشعب في مواجهة داعش وتحقيق النصر الناجز. كما استذكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عمليات استعادة السيطرة على الأراضي العراقية من عناصر داعش، وأشار إلى أن النصر صنعته الإرادة العراقية وأسست له المرجعية بفتواها الكفائية، واستجاب له الشعب بكل أطيافه وألوانه وتوجهاته، وقاتلت لأجله القوات الأمنية بمختلف صنوفها. في غضون ذلك عد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الانتصار على داعش انتصارا على التخلف والرجعية والوحشية والتقسيم. الكاظمي من الفلوجة، وخلال كلمته مع القيادات الأمنية والعسكرية حيا القوات المشتركة بكافة صنوفها التي صاغت قلادة النصر وأهدتها إلى الشعب بتضحياتها وبطولاتها. وقال الكاظمي إن مناطق الفلوجة والخالدية والأنبار التي حاول داعش اختطافها من العراق لا تقبل القسمة، مضيفا أن عصابات داعش حاولت الإساءة إلى كرامة العراقيين فوجدت أمامها أبطالا وصناديدا علموا الإنسانية معنى الكرامة والوطنية. وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قد زار مقر قيادة عمليات شرق الأنبار للحشد الشعبي في مدينة الفلوجة، وهنأ الكاظمي خلال اجتماعه بالقيادات والمقاتلين المتواجدين في المقر القوات بالذكرى الثالثة ليوم النصر على عصابات داعش الإرهابية، مشيدا بالانتصار الكبير الذي حفظ للعراق وحدته والذي تحقق بتضحيات الشهداء والذين ما زالوا مرابطين على الأرض لحفظ هذا الانتصار. يستذكر العراقيون 17 من تشرين الأول من عام 2016 ذكرى انطلاق معركة استعادة مدينة الموصل وتحرير كل الأراضي العراقية من تنظيم داعش الإرهابي. تلك المعركة التي انتهت بالسيطرة الكاملة من قبل القوات العراقية على كامل مدينة الموصل وباقي المدن العراقية التي كانت خاضعة لعصابات داعش الإرهابية بعد نحو 9 أشهر من القتال العنيف. وبحسب مختصين في الشأن العسكري أن معركة تحرير الموصل مرت بمراحل عدة، وأولى هذه المراحل كانت موعد إعلان المعركة، والمرحلة الثانية كانت الوصول إلى منطقة كوجل شرقا ثم الاتجاه نحو أحياء الزهراء والسماح وغيرهما، وهذه كانت المحطة الأبرز. هنا تجدر الإشارة إلى أن القوات العراقية استعادت الساحل الأيسر في 25 من كانون الثاني عام 2017 وخلال فترة أقل من شهر. في 19 من شباط عام 2017 انطلقت العمليات العسكرية مجدداً باتجاه الساحل الأيمن
نحو مناطق البوسيف والمطار ومعسكر الغزلان، كما اتجهت قطاعات من مكافحة الإرهاب إلى مناطق تل الرمان والمأمون وأحياء الشهداء الواقعة غربي الموصل. هذه المعركة وصفت عسكرياً بأنها أقوى حرب شوارع في العصر الحديث. هذه المعركة التي كانت نتائجها مبهرة واستثنائية، خصوصاً بعد إثبات القدرة العسكرية العراقية على وضع الخطط في أصعب الظروف والتضاريس، أيضاً الحفاظ على أرواح المدنيين المحاصرين في المدينة القديمة. وكانت الكثافة السكانية في المدينة السبب الأول في تأخير حسم المعركة والقضاء على داعش الإرهابي، خصوصاً وأن التنظيم المجرم بات يتخذ من المدنيين دروعاً بشرية له. ونبقى في سياق يوم النصر، حيث أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي أن تحرير الأرض يجب أن يدفع الجميع للإسراع بمحاربة الفساد ومحاسبة سراق المال العام على مدى 17 عاما. وهنأ الكعبي في بيان العراقيين، لا سيما أبناء الحشد الشعبي المقدس ورجال الدفاع والداخلية والقوة الجوية وطيران الجيش والبيشمركة والحشد العشائري وكافة الأجهزة الساندة الأخرى لمناسبة النصر الكبير على عصابات داعش الإرهابية وتحرير الموصل وكامل تراب الوطن. هذا وأقيمت في قاعدة سبايكر بتكريت الاحتفالية المركزية بيوم النصر على داعش الإرهابي. القادة العسكريون أشادوا خلال الاحتفالية بتضحيات شهداء القوات المسلحة بكافة صنوفها بتحرير محافظة نينوى. استذكار صناع النصر وإيقونة الانتصار الذين قدموا أنفسهم قربانا لتحرير هذه الأرض كان في مقدمة كلمات القادة الأمنيين بذكرى دحر تنظيم داعش الإرهابي خلال الاحتفالية التي نظمت بقاعدة الشهيد ماجد التميمي في تكريت. في هذا اليوم العظيم نتقدم بالتهنئة للشعب العراقي العظيم على هذا المنجز الرائع، تحرير مناطق العراق من عناصر داعش الإرهابي. أولا نحمد الله ونشكره على هذا التوفيق، وثانيا نسأل الله الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار. كان نستذكر أولا هو أرواح الشهداء اللي ضحوا وسقوا أرض العراق من دمائهم، ونقول لهم الرحمة والرضوان والخلود في جنات الله سبحانه وتعالى، ونقول لعوائلهم أنهم أوسمة على صدوركم وعلى أوسمة على صدور كل مقاتل في الجيش العراقي وكل فرد من أفراد الشعب العراقي. الحاضرون من القيادات الأمنية والجهات الحكومية ثمنوا تضحيات المقاتلين ودورهم البطولي خلال عمليات التحرير والتي أسهمت بإعادة الاستقرار الأمني وإعادة النازحين لمناطق سكنهم، فالنصر تحقق بسواعد الأبطال وجهودهم المعطاء. يوم عظيم، يوم نهني به كل أهل العراقيين من شمال العراق إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، وأيضا نهني قواتنا الأمنية على الإنجاز الرائع. استطعنا أن نبني الكثير من هذا الدمار أو نعيد هذا الدمار إلى ونعيد الحياة إلى صورتها الطبيعية إن شاء الله، وسنواصل أيضا عمليات النصر. اليوم الوضع الأمني يختلف في محافظة صلاح الدين، الاستقرار، عودة العوائل النازحة إلى مناطقها وسكنها لممارسة حياتها الطبيعية في هذه المحافظة. وتزامنا مع الاحتفال شهدت شوارع محافظة صلاح الدين فعاليات شعبية متنوعة تعبيرا عن فرحة الأهالي بذكرى النصر الكبير. عمر العزاو العراقي الإخبارية، صلاح الدين. وحول ذكرى يوم النصر وتحرير أرض العراق من عصابات داعش الإرهابي وما رافقها من عمليات أمنية وكذلك عمليات لإجلاء النازحين والمواطنين الذين اتخذتهم العصابات الإرهابية دروعا بشرية هناك، ينضم إلينا في الاستوديو اللواء خالد محمد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية. سيادة اللواء، بداية مساء الخير، نتحدث عن معارك تحرير العراق من إرهاب داعش، هذه المعارك ما الذي حملته من الناحية العسكرية؟ تفضل سيادة اللواء. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة الذكرى الثالثة ليوم النصر العظيم، نتقدم بالتهنئة والتبريكات إلى كافة أبناء شعبنا العراقي وإلى رجال السواتر الأبطال من أبناء قواتنا الأمنية بكافة صنوفها، أبطال وزارة الداخلية، الشرطة الاتحادية، الرد السريع، أفواج الطوارئ، وكذلك أشاوس رجال
وزارة الدفاع وكذلك جهاز مكافحة الإرهاب وأبطال الحشد الشعبي وقوات البيشمركة وكافة القوات التي ساهمت في صناعة هذا النصر الكبير. هذا النصر الكبير له مدلولات كثيرة جدا، واليوم هذا النصر الذي أصبح يدرس في كافة دول العالم له مدلولات كثيرة، لأن اليوم هذا النصر والإنجاز الكبير ليس فقط على مستوى العراق. الإرهاب نعم كان في العراق والمعركة كانت في العراق، لكن الخطر كان يستهدف العالم بأجمع، ولذلك انطلقت قوى الشر إلى كافة دول العالم وعانت دول العالم الكثير. لذلك الانتصار في هذا اليوم، انتصار العراق، إنما هو انتصار لكل أطفال العالم، انتصار طيب. للإنسانية. طيب سيادة اللواء، كيف يمكن الحفاظ على المنجز الأمني المتحقق بعد عمليات التحرير وإعلان النصر النهائي لعصابات داعش الإرهابية، استثمار التجارب التي جرت للقوات الأمنية خلال هذه المعارك، وأنت تعلم والكثير أيضا أن معركة تحرير الموصل باتت منهجا يدرس في الكثير من الأكاديميات العسكرية؟ يعني هو الحقيقة كثير من الدروس المستنبطة، يعني هنالك خبرات متنامية وهنالك تجارب أصبحت لقواتنا الأمنية تتمتع بها، ولهذا اليوم عندما تقوم بأي عمليات هي بالحقيقة جزء يسير جدا مما خاضته في السابق. وكذلك لأول مرة كانت هنالك توافق وعمليات مشتركة وتنسيق عالي وخطط عملياتية مشتركة لأول مرة يحدث عندنا في العراق، ولذلك هذه التجارب انعكست لصالح قواتنا الأمنية وأصبحت تتمتع بالجاهزية والتسليح وكثير من الوسائل المستنبطة التي استنبطتها قواتنا الأمنية وسجلتها في هذه المعركة الخالدة التي خطت في سفر التاريخ بأحرف من نور. هذه المعركة العظيمة اللي قضى قواتنا الأمنية على أعتى قوة إرهابية في العالم. اللواء خالد محنة المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، أشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء. اللجنة الأمنية في إقليم كردستان تمنع التظاهرات غير المجازة وتطلق يد القوات الأمنية للتعامل مع المتظاهرين. لجنة التحقيق النيابية تشخص استشراء الفساد الإداري والمالي في الخطوط الجوية وتؤكد أن توقف الطيران إلى أوروبا سببه الصفقات المشبوهة. وفي ملف تظاهرات إقليم كردستان، أصدرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أمس الأربعاء بيانا بشأن التظاهرات، وذكر البيان أنها تابعت الأحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات في السليمانية، وأنها تعبر عن أسفها الشديد لسقوط شهداء وجرحى بين المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة للصدامات التي حصلت في هذه التظاهرات والتي استخدمت فيها الغازات المسيلة للدموع والطلقات البلاستيكية والرصاص الحي من قبل القوات الأمنية، حيث بلغ عدد الشهداء 8 وعدد الجرحى 54 جريحا. وأضافت المفوضية أنها وثقت قيام عدد من المتظاهرين بحرق مقر ودوائر ومؤسسات الدولة، إضافة إلى مقر عدد من الأحزاب السياسية في المحافظة، وكذلك قيام الجهات الحكومية والأمنية في المحافظة بقطع مواقع التواصل الاجتماعي وغلق مقر قناة NRT الفضائية. وأكدت المفوضية أنها فاتحت لجنة حقوق الإنسان النيابية لتشكيل فريق رصد مشترك لمتابعة الأحداث الحاصلة في السليمانية.
إلى ذلك حذرت اللجنة الأمنية العليا في وزارة الداخلية بإقليم كردستان، حذرت منظمي التظاهرات التي وصفتها بغير المجازة والتي تلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة إلى أنه لن يسمح لهم بتنظيم تظاهرات غير مجازة، وأن القوات المختصة ستكون مطلقة اليد لإيقاف مثل تلك التظاهرات والتعامل معها في إطار القانون. وكانت اللجنة الأمنية العليا في محافظة السليمانية قررت أيضا عدم السماح بتنظيم التظاهرات دون استحصال موافقة رسمية. وذكرت اللجنة في بيان أن القوات الأمنية ستعتقل الأشخاص الذين يلحقون الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، داعية جميع الأطراف السياسية والقنوات الإعلامية إلى التعامل بمسؤولية مع الأوضاع الراهنة في إقليم كردستان. وكان رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزان اتهم أطرافا لم يسمها باستغلال الاحتجاجات التي نشبت في مدينة السليمانية ومدن أخرى وحرفها عن مسارها. وقال بارزان خلال مؤتمر صحفي عقده أمس إن العنف لن يسهم بإطلاق الرواتب، وإن مشكلة الإقليم لا تتعلق بها فقط وإنما بالحقوق، معتبرا أن الإقليم يواجه مرحلة صعبة وعلى الجميع التكاتف والوحدة لتجاوزها. هناك أطراف تحاول استغلال الاحتجاجات وحرفها عن مسارها السلمي من خلال عمليات التخريب. العنف لن يسهم بإطلاق الرواتب، ومشكلتنا لا تتعلق بها فقط وإنما بالحقوق. الإقليم يواجه مرحلة صعبة وعلينا التكاتف والوحدة، وندعم الحقوق الدستورية لشعبنا ونرفض التطاول على حقوق الآخرين. أدعو جميع الأطراف إلى تفهم خطورة الوضع والابتعاد عن التعرض للممتلكات العامة والمؤسسات التي تقوم بخدمتهم وتطالب بحقوقهم. ونبقى في ملف التظاهرات أيضا، حيث استشهد متظاهر في قضاء شمشمال خلال الاحتجاجات على تأخر صرف الرواتب. وأكدت مصادر محلية أن العشرات من المتظاهرين في قضاء شمشمال وناحية التكية نددوا بالفساد المالي والإداري لحكومة الإقليم والأحزاب السياسية الحاكمة، فضلا عن التنديد باستخدام القوة المميتة ضدهم. استحوذت التظاهرات في محافظة السليمانية بإقليم كردستان على اهتمام مجلس النواب، حيث وجه في جلسته اليوم لجنة حقوق الإنسان النيابية لزيارة مناطق التظاهرات في الإقليم وكتابة تقرير يعرض على المجلس، مشددا على ضرورة صيانة الحقوق وحماية المتظاهرين. في الأيام الماضية كانت هناك تظاهرات وحرق في مؤسسات الدولة في الجنوب والوسط، لم يكن هناك اكتراث من حكومة إقليم كردستان لهذا الموضوع، ولكن اليوم نحن كأبناء الجنوب نتحمس وسوف نذهب بلجنة نيابية إلى إقليم كردستان للوقوف على مطالب المتظاهرين الحق وإعطائهم استحقاقاتهم بالشكل اللي اللائق واللي يمكن حكومة الاتحادية بسد جميع احتياجات أبناء الشعب الكردستاني. وبرغم إعلان حكومة الإقليم التزامها ببنود مشروع قانون تمويل العجز المالي وتسليم وارداته النفطية وغير النفطية، فإن نواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني طالبوا حكومة الإقليم بضرورة الالتزام بما يتم الاتفاق عليه وعدم قمع المتظاهرين. اليوم موجودة تظاهرات بسليمانية، باكر موجودة أربيل ومناطق الأخرى، يعني لازم إحنا نحمي المتظاهرين. هذا ثورة الجياع، أني أقول محتاج على هاي المرة بصورة قانونية وجدية حكومتين فيدرالية وحكومة إقليم كردستان يوصلون إلى الحل، مو مثل السنوات الماضية، مو مثل أشهر الماضية، إحنا محتاجين إلى حل قانوني. وشهدت العاصمة بغداد اجتماعات مكثفة بعد موجة التظاهرات في الإقليم لتنفيذ مطالب المتظاهرين، بينها لقاء رئيس الجمهورية بلجنة الزراعة النيابية لمناقشة حقوق الفلاحين الكرد. وسينتظر مجلس النواب نتائج اللجنة النيابية المشكلة لزيارة المتظاهرين في السليمانية وما قد يترتب عليها من مواقف تسبق إقرار الموازنة الاتحادية. أحمد عرام، العراقية الإخبارية، بغداد.
أهلا بكم من جديد، نشرتنا مستمرة وفيها أيضا لجنة التحقيق النيابية تشخص استشراء الفساد الإداري والمالي في الخطوط الجوية وتؤكد أن توقف الطيران إلى أوروبا سببه الصفقات المشبوهة. بهدف تطوير مهارات منتسبي الوزارات والمؤسسات الحكومية، أطلقت مستشارية الأمن القومي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشروعاً لزيادة معارف ومعلومات الموظفين. باب جديد للعلم والمعرفة اقتضت الحاجة لافتتاحه، يسهم في زيادة المعرفة وتثقيف موظفي الدولة، سمي بمشروع تطوير منتسبي الوزارات والمؤسسات الحكومية. اليوم احنا في مستشارية الأمن القومي لإطلاق برامج أيضا مهمة للتعاون بين مؤسسات الدولة بغية الارتقاء بالجانب المعرفي للذين طهروا هذه الأرض الكريمة، وكذلك الارتقاء بواقع المعرفة لهم. يبدأ الترشيح من المؤسسة من رئيسها ويأتي إلى مستشاريتها من القومي، وتتوحد كل الترشيحات وتدفع إلى وزارة التعليم العالي إلى الكليات المفتوح بها البرامج، وأيضا هناك امتحان تنافسي. المشروع تبنته الخلية النفسية بمستشارية الأمن القومي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، يحتضن بأول انطلاقته 51 موظفا من 17 وزارة ومؤسسة رسمية عراقية يدرسون داخل جامعتي بغداد والنهرين بأقسامها التربوية النفسية. الهدف من هذا هو تأهيل موظفي الدولة وصناعة حقيقة وعي حقيقة غير قابل للهفوت في لحظة ما. نستقبل قسم العلوم التربية والنفسية 22 طالب من مختلف وزارات العراق، من وزارة الداخلية ومستشارة الأمن الوطني وزارة الصناعة وزارة التعليم العالي، الأشخاص شبكة الإعلام العراقي، أيضا الأشخاص العاملين ضمن الأمن القومي. أعتقد إشراك مؤسسات الدولة مع بعضها من خلال جهد الخلية النفسية هنا في مستشارية الأمن القومي والاشتغال على مساحات المعرفة والوعي والثقافة وتطوير المهارات أمر ضروري جدا للمستشارية. التخصصات العلمية في هذا المشروع تسعى لتحصين الموظف ومن خلاله أفراد المجتمع ضد الهجمات النفسية والألكترونية التي تعد سلاح العدو الجديد وتهيئة كوادر واعية. نافذة علمية جديدة تفتح أمام عدد من الموظفين لزيادة علومهم ومعارفهم وتخلق وتنمي لديهم القدرات لمواجهة مختلف الأزمات سواء في الوزارة أو المؤسسة أو المجتمع. من بغداد منشد الأسدي، العراقية الإخبارية. كشفت لجنة التحقيق النيابية الخاصة بشركة الخطوط الجوية وجود ضعف واضح في الإدارات المتعاقبة للشركة مع استشراء الفساد الإداري والمالي فيها بسبب جهات وأطراف تعمل لحسابها الشخصي أغرقت الشركة بالديون. اللجنة وبحسب وثائق حصلت العراقية الإخبارية على نسخة منها أكدت أن توقف طيران الخطوط الجوية إلى أوروبا كان نتيجة لتمرير صفقات مشبوهة مع شركات نقل أجنبية تعمل على نقل المسافرين العراقيين على متن الطائرات العراقية مقابل عمولات كبيرة أثقلت كاهل الشركة، مشيرة إلى عدم وجود رؤية وخبرة في أداء المهام المناطة بالشركة ولا سيما موظفو الخدمة الخارجية. وأكدت الوثائق افتقار الشركة لتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بوضع خطط استراتيجية ذات جدوى اقتصادية وعدم وجود خطة تجعل مطار بغداد محطة ترانزيت لباقي الشركات. وأوصت اللجنة بفك ارتباط الشركة عن وزارة النقل وربطها بمجلس الوزراء ووضع خطة استراتيجية شاملة لإعادة تشكيل أسطول طائرات الشركة وفق رؤى وآليات حديثة ترتقي بأداء الخطوط الجوية العراقية. في إطار الجهود الحكومية لملاحقة المفسدين وإيقاف هدر المال العام، وقع العراق مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة على هامش احتفالية اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي أقامته هيئة النزاهة الاتحادية، والتي أسفرت عن اتفاق الطرفين على إجراءات استراتيجية تحارب الفساد للأعوام الأربع القادمة. مذكرة تفاهم بين العراق والأمم المتحدة في مجال منع ومحاربة الفساد
وقعت على هامش احتفالية اليوم الدولي لمكافحة الفساد التي أقامتها هيئة النزاهة، خطوة تأتي في إطار إكمال الإجراءات الاستراتيجية الوطنية للأعوام الأربعة المقبلة بهذا المجال. استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد للأعوام أربع سنوات من 2021 لغاية 2024، كان اليوم مناسبة جيدة، أكو مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة في دعم هذه الاستراتيجية الوطنية. مكافحة الفساد أولوية للحكومة العراقية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وله فوائد للشعب العراقي في تعزيز قدرة المجتمع والبلاد والاستقرار وتقديم الخدمات والحد من الفقر وتعزيز سيادة القانون وتطوير الاقتصاد. وتتماشى هذه الإجراءات مع جهود الحكومة في مكافحة الفساد وما جاء في الورقة البيضاء من إصلاحات على المستوى القريب ومحاولات لاسترداد الأموال وتسليم المتهمين، فيما نجاح هذه الجهود فإنها وبحسب مشاركين تحتاج إلى إشراك المواطنين ومنظمات مدنية كعناصر فاعلة في الاستدلال على المعلومات. بعد أن انتقلنا من المرحلة الأولى على المستوى الداخلي الوطني بالتنسيق مع هيئة النزاهة، هذه اليوم الاتفاقية أو ليس اتفاقية عذرا مذكرة تفاهم لتطوير التعاون بين العراق والمجتمع الدولي في مجال مكافحة الفساد، سيكون لها أثر كبير أيضا في مجال استرداد الأموال واسترداد المتهمين. يجب إشراك المجتمع المدني والنقابات و أيضا الجامعات في تطبيق هذه الاستراتيجية. يجب تفعيل دور المواطن في التعاون مع الأجهزة الرقابية لغرض مكافحة الفساد ليكون هناك إطار أوسع. وهناك أيضا أمر آخر يجب تسليط الأضواء عليه، هو قانون مكافحة المخبر عن قضايا الفساد أو جرائم الفساد. محاربة الفساد بعد أن كانت شبهة محلية وعلى مدى أعوام باتت اليوم بشراكة دولية لفتح ملفات كبيرة تتعلق بهدر المال العام وعلى مدى أعوام سابقة. عباس نعمة العراقية الإخبارية، بغداد. مشاهدين الكرام، وردنا قبل قليل استشهاد أحد المتظاهرين في قضاء كفري والشهيد من مواليد 99 و900 وألف، وستكون هناك مزيد من التفاصيل حول ملف التظاهرات في الإقليم خلال نشرة الأخبار الرئيسة على رأس الساعة 8. انطلقت في القاهرة اليوم مباحثات الوفد الوزاري العراقي مع الجانب المصري. الناطق باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد قال إن الوفد الوزاري العراقي سيجري جولة مع المباحثات أو من المباحثات مع نظرائه في مصر، يتخلله إجراء جولات ميدانية لعدد من المشروعات ضمن قطاعات التنمية والصحة والإسكان، بالإضافة إلى لقاءات ستكون ضمن مخرجات القمة الثلاثية المنعقدة في عمان والتي وثق عنها المجلس التنسيقي بين العراق والأردن ومصر. سجل الموقف الوبائي الصادر عن وزارة الصحة تراجعا واضحا في أعداد الإصابات ووفيات جائحة كورونا خلال الساعات 24 الماضية، وتضمن الموقف الوبائي اليومي تسجيل 1380 إصابة مؤكدة و25 حالة وفاة، بالإضافة إلى تسجيل 2121 حالة شفاء في عموم البلاد. قدم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري تشكيلته الحكومية للرئيس ميشيل عون. الحريري أوضح أن عون سيدرس التشكيلة والأمل كبير قريبا بإعلانها، مبينا أن الحكومة مؤلفة من 18 وزيرا وهم أصحاب اختصاص بعيدين عن التحزب. شرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس وقدمت له تشكيلة كاملة من 18 وزير على أساس الاختصاص والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي. وعدني فخامة الرئيس انه راح يدرس التشكيلة وراح نرجع نلتقي بجو ايجابي. امل كبير انه نتمكن من تشكيل الحكومة بسرعة
لوقف الانهيار الاقتصادي ومعاناة اللبنانيين، ونعيد إعادة إعمار بيروت، ونعيد الثقة والأمل للبنانيين عبر تحقيق الإصلاحات المتفق عليها ضمن المبادرة الفرنسوية. وشكرا. هذه انتقال الآن لزميلة نجاح معها أخبار الرياضة. شكرا زميلي صادق. مشاهدي الكرام مساء الخير، أبرز عناوين الرياضة. المنتخب الوطني العراقي يحافظ على مركزه 69 في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم. ومنتخب الشباب يواجه نظيره اللبناني الأولمبي وديا في محافظة كربلاء الشهر المقبل.